تتسارع وتيرة الاضطرابات والاحتجاجات التي ينفذها قطاع النقل والشحن في الأردن رغم المحاولات الحكومية لامتصاص الإضراب برفع أجور الشحن ودعم قطاع النقل العام ماليا، إلا أن المحتجين يرفعون مطلبا واحدا وهو خفض أسعار المحروقات. وبدأ الإضراب من مدينة معان جنوبي العاصمة عمان في الخامس من كانون الأول ديسمبر الجاري احتجاجا على رفع السلطات الأردنية أسعار المحروقات بشكل متكرر وخصوصا مادتي السولار والكاز، ما تسبب في خسائر لقطاع النقل والشحن ومس جيوب الفقراء. ويستذكر أردنيون الاحتجاجات التي تسببت في استقالة حكومة هاني الملقي في العام 2018 والتي جاءت بعد إقرار الحكومة قانون ضريبة دخل مثيرا للجدل تسبب في غضب شعبي، كما أنهم يستذكرون ما عرف بهبة تشرين وهي مظاهرات نظمها أردنيون ضد رفع أسعار المحروقات في 14 من تشرين الأول أكتوبر عام 2012. عبر الهاتف أرحب بضيفي طارق عيمات الكاتب الصحفي الذي ينضم إلينا من لندن. أستاذ طارق أهلا بك، في أي سياقات تأتي الإضرابات لقطاع النقل والشحن في الأردن؟ حقيقة أن هناك في أزمة معيشية في الأردن، يعني في جراء تداعيات المحدثة الاقتصادية العالمية، حتى قبل ذلك يعني هناك شكاوي ونسب عالية من عدم الرضا من الناحية الاقتصادية، غلاء أسعار وضرائب غير مباشرة ومباشرة، وبالمقابل لا توجد الخدمات المرجوة، هناك تراجع عام بالقطاع العام والخدمات المقدمة من القطاع العام، وبالنسبة والتناسب هناك ضرائب عالية وخدمات قليلة أو معدومة. هذا الخلفية ضرورية لكي نفهم المشهد، يعني الاحتجاج هو مباشرة على طبعا على أسعار الوقود، أسعار الوقود في الأردن تعتبر الأغلى بين الدول العربية، يعني من الأغلى بالمقارنة مع دخل أقل من المتوسط. العاصمة عمان تعتبر من العواصم الأغلى بالمقارنة بالدول العربية الأخرى، يعني هناك أزمة معيشية، والمضربون هم أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، يعني سائقو الشاحنات والذين يعملون على خطوط النقل العام هم اكثر المتضررين من الذي يحدث، يعني وهذا هذا 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 هو السبب. نعم. الذي يدفع من احتجاجات بين فينة واخرى. واضح هذا استاذ طارق، لكن ايضا الحكومه تتحرك باتجاه يعني امتصاص هذا الاضراب من خلال رفع اجور الشحن ودعم قطاع النقل ماليا، هل تعتقد ان هذا كاف في هذا الوقت؟ يعني هناك في كانت بعض الاقتراحات، تقديم دعم مالي مباشر بيحدد ب يعني بحزم معينة للفئات المعينة، ممكن يكون حل وقتي لكنه لن يحل الأزمة بشكل يعني حل دائم، سيكون فقط مؤقت، لأنه الحلول الدائمة عادة هي تأخذ وقتا أكبر وهي التي تستلزم يعني إجراء تغييرات هيكلية ليست شكلية. الذي يجري انه فقط هي يعني سياسه اطفاء الحرائق، يعني التعامل مع الامور يوما بيوم وتلبيه بعض المطالبات، لكن ما الاداء الاقتصادي لا ينحو منحنى ايجابيا من ناحيه نسب البطاله التي تفوق 25%، نسب الاعداد المطلوبين للتنفيذ القضايا الذين يعانون من العجز المالي، اعتماد الاردنيين على البنوك والقروض البنكيه لتسيير امور حياتهم الرئيسيه ليس فقط للكماليات بل هي أكثرها للضروريات، اقتناء سيارة أو دون ذلك، يعني هذه أمور تحتاج إلى سياسة اقتصادية شفافة. لا يمكن يعني الحديث عن تسعيرة نفطية فيها بند ضريبة خاص على يدفعها المواطن الأردني. الضريبة الخاصة التي يدفعها مقابل ماذا؟ عادة تأتي الضرائب بالمعادلة العقد الاجتماعي في 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 المتعارف عليه، انه الضرائب مقابل المشاركه بصنع القرار. يعني هل الضرائب من دون خدمات او مشاركه بصنع القرار؟ يعني هناك خلل اذا في العقد الاجتماعي، هناك خلل في المعادله الاقتصاديه والاجتماعيه، وهذا يحتاج يعني اصلاحات عميقه. طيب في 2018 استاذ طارق استقالت حكومه الملقي بعد اقرار قانون ضريبه الدخل. هل تتوقع ان تسير هذه الحكومه على
خطى تلك خطى العام 2018؟ وارد جدا. يعني عادة الحكومة طبعا تأتي وتغادر يعني بمعدل سنتين، يعني كل سنتين أو حتى أقل، سنة ونصف تغادر حكومة وتأتي حكومة جديدة. عادة ما ترتبط المغادرة أحيانا بحدث احتجاجي. يعني طبعا يعني لن ندخل بآلية إجراء الحكومات لأن هذا أمر يعني يحتاج يعني كلاما طويلا، لكن يعني وارد جدا أن تغادر الحكومة عليه حكومة الخطاونة على إثر هذه الاحتجاجات، لأنه أصلا يعني كما قلت يعني العمر الافتراضي للحكومة قد انتهى، وهناك يتم تداول أسماء قد تأتي بعد رئيس الحكومة الحالي. ما هي برأيك يعني السيناريوهات المحتملة لهذه الأزمة الجديدة في الأردن، يعني خاصة وأنها تكررت سابقا؟ يعني أنا أتوقع أن يتم تطويقها يعني جزئيا، يعني معنى أنه سيتم إقناع بعض أو يعني الكل بقصة إنهاء الأضرار، لكن هذا لن يكون الأخير، لأنه الأزمة أعمق من هذا الإضراب. الأزمة ممتدة إلى قطاعات تتطاول معظم الأردنيين، وهناك شعور يعني عام أستاذ طارق بمعنى يتحدث الأردنيين أو بمعنى أو أستاذ طارق، إذا ما تم احتواء هذه الأزمة اليوم من الممكن أن تعود قريبا؟ أكيد طبعا، لأنه الأزمة أزمة اقتصادية بشكل عام، بمعنى أنه كلفة حياتية عالية وأجور متآكلة وبطالة مستمرة متصاعدة، نسب نمو اقتصادي متواضعة، اقتصاد يعتمد على المستوى الشخصي على القروض البنوك، على مستوى الدولة على المساعدات الخارجية. لا يمكن أبدا أن يؤدي هذا الاستقرار طويل المدى، لأنه لا يوجد استراتيجية حقيقة اقتصادية غير أنه الاقتراض من صندوق النقد الدولي ولا والمساعدات من الدول العربية الشقيقة، ولا يوجد هناك يعني عجلة اقتصادية نستطيع أن نقول هناك في تنمية حقيقية. وهذا الذي يطالب فيه يعني معظم الأردنيين، يطالبون بوجود خطة اقتصادية واضحة شفافة تقودها حكومة منتخبة من الشعب. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة عبر الهاتف من لندن، طارق عماد الكاتب الصحفي.